لكن من فضل الله بعد ما بدأت أشتغل وبدأ الناس تقابله تقول له والله ابنك الحمد لله راجل محترم عمره ما جرح عينه بيقدم أعمال راقية أعمال جميلة. فجالي كده في يوم وقال لي بيقولوا عليك إنك أنت كويس. اهلا بمتابعي قناتي، قناه ياسمين في اليوتيوب اخبار النجوم. الحقيقه النهارده هنتكلم عن الفنان الراحل الله يرحمه الفنان طارق عبد العزيز. هنشوف الوصيه الاخيره ليه. معانا كمان الفنان شريف منير هيحكي لنا على لحظه وفاه طارق عبد العزيز، وده لان هو كان بيصور معاه المشهد الاخير وشافه قدام عينه وهو روحه بتطلع. والحقيقه الموقف كان مؤثر جدا. الفنان شريف منير حس ان الدنيا دي ما تستاهلش وان الانسان ممكن يروح بلحظه. هنشوف مع بعض برده قال ايه وتنبؤ طارق عبد العزيز بوفاته. يا ترى لما تنبأ بوفاته عمل ايه؟ والموضوع ده هتكشفه لنا فنانة كبيرة الفنانة صابرين، هتقول لنا عمل ايه معاها قبل ما يموت بساعات. هنتابع مع بعض الفيديو فضلا وليس امرا. اولا نترحم على الفنان طارق عبد العزيز، ربنا يرحمه ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. ثانيا ما ننساش نضغط لايك للفيديو. تابعوني بعد الفاصل نرجع لكم مرة تاني. هنسمع مع بعض دلوقتي الفنان شريف منير وتصريحاته مع عمرو اديب بيوصف لنا لحظه طلوع روح الفنان طارق عبد العزيز الله يرحمه. في فيلا في اكتوبر، المفروض ان الفيلا دي هي الديكور بتاع طارق يعني الله يرحمه اللي هو بيلعب شخصيه شريف. فكنا النهارده من الساعه 11 الصبح نشتغل، وهو كان موجود وكان في حالة تألق عالية جدا جدا، وكان في حالة نفسية كويسة جدا، وكان نشيط وكان بيضحك ويهزر، وكانت كل حاجة ماشية بشكل طبيعي ولطيف جدا الله يرحمه. وبعدين في مشهد بعمله أنا وهو وممثلة شابة جديدة اسمها نانسي، المفروض ان هي بتيجي بترن جرس، بيخش هو على الباب بيفتح الباب عشان يقابلها، انا بخش لهم الكادر، بيحصل جملتين مني ليها وهو في وسطنا، وبعدين بيسيبنا وبيخرج. صورنا مره، فالاستاذ طارق رفع المخرج قال لا عايزين نعمله مره كمان. تمام، فوقفنا وجهزنا والكاميرا جهزت وهنقول اكشن. واحنا بنسمع اللي حصل بالظبط نبدا للفنان طارق عبد العزيز بالرحمه. طارق جه ناحيتي، لقيته المفروض يروح لاتجاه الباب، جه ناحيتي. فلما جه ناحيتي انا شفت لونه بيروح، وبعدين فجاه قام ساند عليا كده وقام قاعد على كرسي وساند دماغه على واحد واقف قصاده. قلت له ايه يا طارق فيه؟ قال لي مش قادر اقف على رجلي. لقيت وشه اصفر اصفر اصفر، ابيض ابيض ابيض، قلت ادلك له قلبه كذا مره كذا مره، بعينه مرفوعه لفوق. انا مش قادر اقول انه حصل حاجه. لهم قالوا يلا بسرعه، يلا تشيله بسرعه ونروح على مستشفى اقرب مستشفى. راح على الشيخ زايد، هنا ان هو راح المستشفى متوفي. الدكاتره قالوا هو جاي كان متوفي يعني. وصرح ايضا الفنان شريف منير ان طارق عبد العزيز كان مقبل جدا على الحياه، وكان نفسه ما يخلصش الدور دوا بسرعه، وده لان الدور كان عاجبه جدا. وقال شريف منير بعد كده عرف ان هو كان مركب دعامات وان هو بيعاني من السكر، وكمان كان مدخن، وكمان كان بينصح الناس ان هم ما يدخنوش، يعني تقريبا هو عارف ان ده شيء غلط لكن ما كانش قادر يقلع عنه. ولكن في النهايه بنقول ربنا يرحمه، لان الخبر نزل كالصاعقة على كل اللي كانوا معاه، ومنهم ابنه معتصم واللي ماسك له اعماله وشغله. اما وصيته الاخيره لمجد الهواري هنشوف قال له ايه. طلب الراحل طارق عبد العزيز من مجد الهواري انه لما يموت يخلي الناس اللي عند مجد الهواري يترحموا عليه. قال له لان حبايبك كتير يا مجدي، وعلشان كده مجد الهواري نزل الكلام ده على الفيسبوك وقال تعالوا يلا نترحم عليه. وقال عايز اقول حاجه، انا حبايبي كتير يا طارق، لكن انت حبايبك اكتر، تعالوا نترحم عليه. قال كمان رحمة الله عليك يا صاحبي، أنا مش مصدق لحد دلوقتي. أما الفنانة صابرين كشفت عن المكالمة الأخيرة ليها مع طارق عبد العزيز، وده قبل ما يموت ب 48 ساعة بالظبط. قالت إن هو كلمها وقال لها إن هو شاف لها فيلم، الفيلم ده كانت وهي صغيرة. قال لها طول عمرك وأنت طيبة ووشك بيفكرني بأصالة وحلاوة زمان. وأخد وعصى معاها في الكلام وقال لها إنه ما كانش مبسوط، ولكن في نهاية المكالمة قال لها إنه دلوقتي بقى مبسوط جدا.
وقالت صابرين انها بعد ما عرفت ان هو توفى عرفت ان هو كان حاسس بقرب الاجل علشان كده كان بيحرص على وداع اصدقائه. وقالت لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، كانك يا طارق كنت بتودعني، إنا لله وإنا إليه راجعون. فجأة أول امبارح بيكلمني وأنا بكلمه، أخبارك يا طارق وعامل إيه؟ طبعاً. فلقيته بيقول لي لقيتك في فيلم وأنت صغيرة وكده وكده، فلقيت الضحكة فقلت افتكرك واتصل بيك وسلم عليك. لقيته في الآخر المكالمة ده يا رب يا صابرين وكله عند ربنا وكله يعني كله 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 كلامه عن ربنا وعن سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه طبعاً ويحسن إليه ومات في هدوء. وطبعا معروف ان الفنان خالد الصاوي والفنان الراحل الله يرحمه خالد صالح والفنان طارق عبد العزيز كانوا اصحاب جدا اصحاب جدا من زمان، علشان كده حرص خالد الصاوي على نعي الفنان طارق عبد العزيز نعي مؤثر، وبعت له رساله كمان، بعت له رساله بعد ما توفى. كتب بقى خالد الصاوي على صفحته على الفيسبوك وقال: طارق حبيبي امانه عليك، سلمني على كل شله حقوق، احجز لي وسطيكم، انعم مع السابقين واللاحقون قله، مستنيين الإشارة ونجتمع بيكم، ما تعتلوش همنا، آمنا وصبرنا، سبلنا حزن الفراق وخلوا الونس ليكم. سبحان الله. طبعا الأصدقاء بعد الوفاة هم دايما اللي بيفتكروا أصدقائهم بالكلام الطيب الحلو، وبيفتكروهم كمان بالدعوة الكويسة، وخصوصا لو كان الصديق دوا صديق وفي وصديق كويس جدا، يعني صديق طيب أعماله بتتكلم عنه. والنهارده بالليل في برنامج واحد من الناس هنشوف اخر لقاء للفنان طارق عبد العزيز وكان مع عمرو الليسي. اللقاء ده غير اللقاء اللي كان متذاع قبل كده، وهيتكلم من خلال اللقاء عن مرضه وعن زوجته، وهيتكلم عن محطات مهمه جدا في حياته الشخصيه. ويمكن من بعض المعلومات اللي الناس ما تعرفهاش عن الفنان طارق عبد العزيز ان هو اعتزل قبل كده حوالي 6 او 7 سنوات، وده بسبب والدته. كانت والدته دايما بتقول له ان هي مش مقتنعه بفلوس الفن وما بترضاش تاخد حاجه منه. قال هو عارف ان الفن حلال وبيحبه جدا، عارف انه ما بيعملش حاجه غلط، لكن علشان خاطر كلام والدته اعتزل الفن حوالي 6 او 7 سنوات، وفي الفتره دي اتعرف على زوجته وهي من خارج الوسط الفني واللي كانت بمثابه السند ليه، لكن بعد كده رجع مره تانية للفن. وهنا بقى عايز اقول لكم خلي بالكم من النقطه دي، على الرغم ان هو كبير وانسان ناضج وبيشتغل، لكن في الاول وفي الاخر كان بيقدم الاحترام لوالدته وبيسمع كلامها وبيحط نصيحتها في دماغه. يعني المسرحيه كانت بدون مبلغ محترم في البروفات ومبلغ في العرض، حاجه يعني مبهره يعني. فكانت امي رحمه الله عليها قالت لي انا مش مرتاحه، ما تجيبليش فلوس من الله. فانا اتخضيت، حسيت ان انا بعمل حاجه انا متاكد انها صح، بس ارضاء ليها قعدت توقفت عن التمثيل لمدة 6-7 سنين. اشتغلت في الأعمال الحرة والبزنس وكده. توقفت ليه؟ توقفت إرضاء ليها. مش بس كده، بيقدر كلمتها. وطبعا دي رسالة مهمة جدا من خلال تصريحات طارق عبد العزيز لجيلنا النهاردة، للشباب اللي بتاخد نصيحة الأب والأم على إن هي تحكمات أو سيطرة، ولكن هما بيكون ليهم خبرة أكتر من خبرة الشباب أو الأولاد دولة، وده لأن هما عاشوا سنين طويلة شافوا فيها مواقف طويلة في حياتهم، وبيتمنوا إن أولادهم ما يتعرضوش للمواقف دي، بيتمنوا إن أولادهم يشوفوهم دايما في أحسن صورة. هنرجع دلوقتي لموضوعنا الأساسي، الفنان طارق عبد العزيز، واللي في نهاية كلامنا عنه النهاردة بنترحم عليه، ربنا يرحمه ويصبر كل أهله وذويه. لحد هنا ننهي حلقتنا النهاردة. طبعا بشكر كل الناس اللي استمرت معايا وشافت محطات وشافت تصريحات للفنان طارق عبد العزيز الله يرحمه. وما زال هناك الأسرار والتفاصيل في حياة كل شخص، وخصوصا في حياة المشاهير واللي بيحب ناس كتير ان هم يعرفوها عنهم. بشكركم للمرة التانية، انتظرون ان شاء الله في حلقة اخرى من قناتنا، قناة ياسمينة اليوتيوب واخبار النجوم. اتعلمت في الجامعة، يعني الجامعة هي دي اللي عملت الدفعة الأولى، وبعد كده احترفت بدري قوي.